طبعا بقى ده كان حال محمد صلاح، وهو بما ما خدلوش اي حاجه في جايزه ذا بيست يا جدعان، ما خدش اي حاجه ولا خد بجنيه حلاوه حتى، هو بس اتحط اسمه في قائمه المرشحين وخلاص. شكرا شكرا لجايزه ذا بيست، مش هنتكلم بس عشان عندنا حوارات كتير في الفيديو ده، وزي ما قلت لكم في فاينل، فانا عايز دعواتكم كتير كتير كتير، ومش هنزل فيديو نفس الكلام اللي بقوله برضه، فدعواتكم يا رجاله كده. فعلشان عندنا كلام مهم عن جائزة ذا بيست، وكلام مهم جدا عن مباراة ريال مدريد واتلتيكو بالباو، اي نعم كله اتكلم عنها، بس انا جاي اتكلم عن حاجات مهمة تانية. فعلشان عندنا كلام كتير في الماما افريكا، فخليك مع الانترو. طبعا كلكم تابعتوا جائزة ذا بيست، واخيرا شفنا ليفاندوسكي بيحصل على جائزة اخيرا بعد ما خد ليونيل ميسي الكرة الذهبية، والكل كان مجتمع حرفيا يعني ان ليفاندوسكي يستاهل الكرة الذهبية، ولكن ميسي في جائزة ذا بيست هو من يستحق جائزة ذا بيست بالارقام، لان جائزة ذا بيست لها احصائيات وجائزة الكرة الذهبية لها احصائيات تانية خالص. فاللي كان يستحق حرفيا جائزة ذا بيست هو ليونيل ميسي، وجائزة الكرة الذهبية لليفاندوسكي، ولكن زي ما كلكم شفتوا وعرفتوا اللي حصل العكس يعني، ولكن يستحق ليفاندوسكي مجهود يشكر عليه جامد جدا جدا جدا، لان ليفاندوسكي باهدافه بادائه، اي نعم الدوري الالماني مش مقياس شويه، بس فعلا ليفاندوسكي بيمتعنا باهدافه وبتخلصه قدام الجون، فهو فينيشر عالمي. فنجم، استنى كده قبل ما نتكلم ونكمل كلامنا، انزل دوس لايك حالا حالا، واشترك في القناه، واخيرا وصلنا 1200، وان شاء الله الشهر ده لسه هوت ومستمرين، وهنوصل لل 1500 كمان. طبعا علشان في جنون حصل هناك في الماما افريقيا هنتكلم عنها دلوقتي، بس احنا دلوقتي في جائزه ذا بيست. طبعا بقى انا جاي عندي اعتراض بس مهم يعني في التشكيله، يعني محمد صلاح ولا خد حاجه، وطلع من المولد بلا اي حاجه، بلا حمص زي ما بيقولوا يعني، وطلع وحتى مش عايزين تحطوه في التشكيله الرئيسيه بتاعه ذا بيست. بيلعبوا باين ب 3-3-4 3-3-4، وحاطين لك كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي هما اساس اصلا يعني، ولكن في وجود ايرلينج هالاند وليفاندوسكي. طب ما خلاص ليفاندوسكي غاز ذا بيست، ما كان يقدروا يحطوا كريم بنزيما، كانوا يقدروا يحطوا اي حد، مبابي مثلا يعني، كان ايه اللي فيها يعني. ومحمد صلاح برضو كان المفروض يتحط، بس مش هنقول بقى المفروض، ومش هنقول اللي هيحصل ده كله، لان محمد صلاح ان شاء الله الاحوال هتتنيه مستمره، ان شاء الله محمد صلاح هيتنيه مستمر بالاداء ده لحد نهايه الموسم، وسيستطيع ان شاء الله ان يتوج بالكره الذهبيه، ولما لا، فالطموح لازم ان يكافئ. فمحمد صلاح بيعمل اللي عليه خالص لحد دلوقتي، ولكن اهم من بدايه الموسم هو اخر الموسم، لان في اتنين لعيبه هم اللي هياخدوا جائزه الكره الذهبيه دي لو تنوهم، هم احسن اتنين لعيبه في الوقت الحالي، وهما كريم بنزيما في ريال مدريد المتالق والمبدع واللي بيعمل كل حاجه في الكره حرفيا، ومحمد صلاح يعني بص اللي نافخ دفاعات الدوري الانجليزي كلها، ولولا الماما افريقيا المضحكه اللي هنتكلم عنها دي دلوقتي. فانا هنقول بس نذكر المتابعين اللي كلكم اكيد عارفين تشكيله ذا بيست، بدا بدوناروما، ومش عارف ما حطوش مندي ليه، ادوا جايزه مندي ذا بيست وخلاص بقى كده، حطوا دوناروما في حراسه المرمى، في قلوب الدفاع لعبوا بثلاثه على طول زي ما قلنا، لعبوا بثلاثه ثلاثه اربعه، لعبوا بونوتشي والابا وطبعا والمبدع روبن دياز، وامامهم جورجينيو وكانتي ودي بروين، وقدامهم بقى على طول وامامهم كريستيانو دون رونالدو اللي طبعا يستحق الجائزه الشرفيه اللي اداها لهم ديت، لانهم باين حاسين انه خلاص، ولكن كريستيانو رونالدو يستحق على مجهوداته وارقامه القياسيه اللي حرفيا بيكسر كل يوم رقم عن الثاني، فخد جائزه احسن هداف في المنتخبات واعلى واحد، ومكسر الريكورد ده خلاص بجائزه خاصه وسبيشال لكريستيانو رونالدو. فكريستيانو رونالدو جنبه الرائع والمبدع هالاند اللي كل الناس بتتسابع علشان تاخده في سوق الانتقالات ده يعني، ولكن هل سنرى اموال مانشستر سيتي ام سنرى اموال باريس سان جيرمان؟ ولكن هل نرى هالاند بتفكيره يروح برشلونه او ريال مدريد؟ هنشوف ده كله،
وطبعا جنبه المتألق والمبدع وذا بيست ليفاندوفسكي، وطبعا الحائز على الكرة الذهبية وهو ليونيل ميسي. طبعا دي كانت تشكيلة الأفضل في العالم. طبعا يعني ما اتكلمنا عن ذا بيست وزي ما اتكلمنا عن كل حاجة، وما ننساش برضو لقطة إريكسن الرائعة واللي خد أحسن جماهير، هما جماهير الدنمارك أمام أيرلندا، هما الاثنين قدموا لنا لفتة رائعة ودي لازم نتكلم عنها. ممكن كتير ما يتكلموش عنها بس دي أهم حاجة، لأن كرة القدم تلعب للمتعة، ولكن عندما تتوقف على حياة إنسان لازم نحيي الجمهورين، فحرفيا هما يستحقوا التحية. طبعا بقى نروح إلى أضحوكة الماما أفريقيا، وطبعا يا جدعان أكيد شفتوا كلكم صورة رياض محرز وراكب الميكروباص. رياض محرز بقى أنا إيه اللي جابني هنا؟ أنا إيه اللي جابني هنا؟ والله العظيم أنا مش فاهم رياض محرز، تحسه بيقول أنا أول واحد أقعد جنب الشباك. أيوه والله رياض محرز كان يعني ايه، فده اندل ودل ان الجزائر خسرت من غينيا الاستوائية. الجزائر لابد 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 وهي قد كده انها تكسب الكوتيفوار، لانها لو اتعدلت او الكوتيفوار كسبت فطبعا كوتيفوار هي من ستصعد، ولكن لازم الجزائر تكسب علشان اذا لجأوا للمواجهات المباشرة فالجزائر تستطيع الانتصار، وطبعا غينيا الاستوائية تكسر سلسلة انتصارات الجزائر وطبعا تنتصر عليها بنتيجة 1-0. والى الان الماما افريقيا مولعة، شفنا الحكم بينهي فيها من الدقيقة 85، وشوف زي ما قلت الفيديو اللي فات، وشفنا فيها الحارس بينط ياخد الكرة واقع على وشه. اي نعم لقطة ليست مضحكة، ولكن ان تدل على حاجة ان الحارس كان زعلان فعلا بعد ما وقعت منه الكرة، ده يدل ان روح الفريق جواه وعادي يعني اللي هيحصل. هنشوف بقى هل مصر اذا انتصرت على السودان فطبعا هتصعد بمركز تاني، لان حرفيا نيجيريا مسح الارض وكلاها حرفيا يعني، فمصر هتصعد مركز تاني. هل يا ترى مصر احتمال تلاعب؟ والله العظيم ممكن جزائر ما تصعدش والله، ممكن غينيا الاستوائية يا سيرياليون ايوه هي اسمها سيرياليون، هي مشت معايا كده خلاص مشيها يا عم. فطبعا بقى مواجهات لمصر ان شاء الله ستكون سهلة، واتاري كيروش كان بيفكر ما نصعدش احنا مركز اول، لا احنا عايزين نلعب غينيا الاستوائية، احضره لنا غينيا الاستوائية الان. طبعا يا نجم خليك معايا صبح، وانا مش هتنين رايح لك وجاي لك وفي الاخر ما تحطش لايك وتشترك، لا لازم تحط لايك وتشترك دلوقتي. فطبعا بقى مصر لعبت غينيا بيساو واستطاعت الانتصار 1-0 بهدف المبدع محمد صلاح واسيست عالمي من عمرو السوليه، اللي المفروض نبدل عمرو السوليه بمحمد النني هو اللي يكون بيلعب في ارسنال والله يا جدعان، لان اللي بيحصل ده محمد النني كان بياخد الكوره يباصيها للشناوي. انا وانت واخد جايزه احسن لاعب في المباصيه للشناوي ولا مش فاهم؟ كلش ملوش ولا هو عبد الله السعيد بقى خلاص يعني تحسه شحر من الدقيقه 25 كده، وبرده رجع قلب الماتش ولعب بنفس الماتش نيجيريا، وحاجه تضايق برده تطلع لك زيزو اللي هو بيلعب عرضيات اصلا لمصطفى محمد واللي بيقتنصها ويوم جاي منزل لك تريزيجيه. طب ما انت عملت ايه يا نجم؟ انت عملت برده نفس التشكيل، انا مش فاهم. انت بص يا كيروش دماغك دي فيها حاجات غريبه، وانا نفسي اعرف ايه الحاجات اللي في دماغك يا عم، عرفها لنا يا عم عرفها لنا. اتاري بيقول لك لا انا استنى، انا مش هصعد مركز اول، انا بقى مش هفوت فرصه غينيا الاستوائيه ديت ولا سيرياليون ولا جزائر من يابا فكك. فبالتالي بقى انكسر انتصرنا بالعافيه، وللاسف هقول انكسرنا. ده مش منتخب مصر اللي كان بينيم الفرق من الصبح، ده مش منتخب مصر اللي كان بيصعد في مجموعه زي ديت مركز اول بتسع نقط وحط رجل على رجل. حرفيا منتخب مصر في اداء تنازلي، وحرفيا انا مش عايز اقول اللي جيل محمد صلاح للاسف لم يتوج ببطولات، ولكن جيل محمد صلاح الى الان بيثبت لنا انه لن يتوج بالبطولات. وجيل بقى شوقي غريب واللاعيبه ديت هي اللي هتطلع حرفيا عندها روح المنتخب بالاماره. واحد منهم اكرم توفيق ربنا يشفيه كان عامل ايه في الملعب، كان حرفيا مبدع وممتع وكل حاجه. فمصر لبست جون، تخيل انت قاعد مستني قرار الفار علشان تكسب غينيا بيساو. غينيا بيساو غينيا بيساو يا عم، حد يا عم والله العظيم انا زهقت اقسم بالله من المنتخب ده. فطبعا بقى ده كان كل كلامي عن مباراة مصر والماما افريقيا العجيبة طبعا يعني. ونيجي بقى لمباراة ريال مدريد في السخان، واخيرا ريال مدريد ينتصر بالسوبر للمرة ال 12 في تاريخه، ومارسيلو يستطيع اللحاق بخيتو وينتصر ويبقى معاه 23 لقب وكأكثر لاعب في تاريخ نادي ريال مدريد.
حاصل على بطولات. طبعا مارسيلو يرفع له القبعه، طبعا ريحه الحبايب والله حرفيا، ريحه الزمن الجميل مارسيلو ده لما ينزل الملعب. وفالفيردي رجل السوبر ينتصر بالسوبر الثاني ليه طبعا، يعني فالفيردي المبدع والرائع والعالمي، ولوكا مودريتش الساحر بهدف والاروع. طبعا ريال مدريد كان ضغط على اتلتيكو بالباو، وريال مدريد قدامها ماتشين لإليتشي وماتش فيا ريال، وتروح تلاعب بقى الماتش المنتظر، الماتش المرتقب، الماتش الموعود، ماتش باريس سان جيرمان. طبعا يعني هنشوف بقى ريال مدريد هتعمل فيه ايه، وده اهم مواجهة، اهم من اي حاجة بالنسبة لجماهير ريال مدريد. وطبعا بقى مش هنقعد نتكلم بقى عن ادعاءات كريم بنزيما، لانه حرفيا مبدع وما بيسوي ما بيفوتش ماتش غير لما يجيب فيه جوان. وبنزيما هو ده بنزيما العالمي الحكومة الذي لا يتخاذل حين تحتاجه ولا يحتاج لضربات الجزاء لكي يسجل، ده طبعا كريم بنزيما. فده طبعا كان كل كلامي عن المباريات اللي حصلت والحوارات دي كلها. زورنا برضو على تنزيل الفيديوهات في ميعادها المحدد، بس ان شاء الله في شغل قادم بعد الفاينل جامد وهيعجبكم ان شاء الله. فيا جدعان عايزين نوصل بقى ل 1500 بسرعه، فبكده خلص الفيديو مش بقى تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس توصل الفيديو التالي 100 لايك، وتروح على التويتر بتاعك اعمله فولو هناك، هتظهر حساباتي عندك اخر الفيديو، واسيبها لكم في لينك الوصف. واستنوا الفيديوهات جاية وأجدد، وسلام.